صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1207 من كورس سي شارب دي بي اكزامبل سبورت، ودلوقتي بفضل الله هنبدأ في اختيار الوحدات. اختيار شاشة الوحدات هنيجي هنا نعمل لها else بالانجليش او else if ان ال cbx forms dot selected index equal كام 5 اللي هو سادس عنصر، ونيجي هنا نفتكر انها ايه شاشة الوحدات، ماشي كده، ونيجي هنا نشتغل. هننده على ال LBL selected form dot text زائد بيساوي الوحدات، ماشي كده، وفي النهاية سيمي كولون. وهنا احنا عندنا شاشة الوحدات عاملة ازاي؟ فكرني بيها. هي غالبا هتبقى شبه التصنيفات، صح؟ هات كده تعريف الوحدات. هما ثلاثة برضه، رقم الوحدة، اسم الوحدة، تفاصيل الوحدة. رقم الوحدة، اسم الوحدة، تفاصيل الايه؟ الوحدة. ثلاثة. يبقى هناخد دي كوبي وهنحطها هنا مرة واثنين وثلاثة. ونكتب هنا رقم الوحدة، ونكتب هنا اسم الوحدة، ونكتب هنا تفاصيل الوحدة، ونسمي دي limit underscore no، ونسمي دي unit underscore name، ونسمي دي details. بس كده نشغل نجرب وندوس تسجيل الدخول. بعد كده نجيب قائمة بيانات، بعد كده نختار شاشة استيراد بيانات من اكسل، بعد كده ندوس اختيار ملف اكسل، بعد كده نختار ملف الاكسل، بعد كده نختار شاشة الوحدات وندوس اختيار الشاشة. قال لي الشاشة المحددة هي شاشة الوحدات، وجاب لي رقم الوحدة، اسم الوحدة، تفاصيل الوحدة. اختار اللي انا عايزه. لو رجعت اخترت حاجة تانية من الحاجات القديمة اهي، على سبيل المثال التصنيفات اهي، مثلا اخترت الصنف اهو، تمام كده بفضل الله عملناها.
ولو تلاحظ بفضل الله الشغل سهل جدا. يعني انت سطر زي ده بس كده عشان تعمله، اكيد انت عارف يعني هتعمل ايه. قصة كبيرة جدا، قصة وايه، ولو اتفرعت منك ممكن ما تعرفش تلمها تاني. لكن كده بفضل الله كود بسيط بتنادي عليه بيعمل لك هيلمان كبير من غير انت ما تشغل بالك. يعني شوف احنا عملنا الاكسل بيبسط، ورحنا جايين عاملين تبسيط للتبسيط كمان، يعني سهلنا بعد كده سهلنا للمتسهل، وهنفضل نسهل ليه؟ لان في النهاية انت هترتاح وانت بتبرمج، وهيكون الكود بتاعك اقل اسطر واكثر كفاءة بفضل الله، وفي نفس الوقت ريدابل وسهل كده انك ترجع له في اي وقت من غير لخبطه ومن غير اكواد كتير وحاجات كتيره ملهاش لازمه. كده بفضل الله خلصنا اختيار شاشه الوحده. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.